بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 55 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا في الله، تقول أختكم في الله نون شين. أختنا عرضنا لها جمعا من القضايا في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسأل فضيلتكم شيخ صالح فتقول: أعرف بأن الغيبة معصية، وحاولت عدة مرات أن أتوب، وأنا نادمة على ما قلته في حق الغير، ولكن أجد نفسي قد اغتبت مرة أخرى مع أني أندم، وأعزم على التوبة النصوح، وأدعو لمن أغتبته بالمغفرة والخير. أريد أن أتوب توبة نصوحة، كيف يكون ذلك؟ وهل يقبل الله توبتي، خاصة وأنني في كل مرة أتوب بصدق وأعود إلى تلك المعصية وأندم بعدها كثيرا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. إنه يجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن الكلام المحرم، ومن أشد الكلام المحرم الغيبة، وهو كما بينا الرسول صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فعليك أيتها السائلة بالتوبة الصادقة وعدم الرجوع إلى هذه المعصية أو غيرها. ومن شروط صحة التوبة العزم أن لا يعود إلى المعصية التي تاب منها، ولكن إذا عزم أن لا يعود ولكن عاد إلى المعصية، فإنه يجب عليه أيضا التوبة وتكرار التوبة. يجب عليه تكرار التوبة وأن يعزم عزما مصمما على عدم العودة، وأن يبتعد عن الأسباب التي تسبب له الوقوع في تلك المعصية. فإذا كانت الغيبة سببها الاجتماع مع أناس يتعاطون الغيبة، فعليك أن تجتنبي مجلسهم وأن لا تقعدي معهم حتى يتوبوا إلى الله ويتركوا الغيبة، لأن من جالسهم لا يسلم من شرهم، فإما أن يغتاب أحدا في مجلسهم، وإما أن يسمع المنكر ولا ينكره فيأثم بذلك. الحاصل أن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي أكل للحوم الناس، وفيها شر خطير على المجتمع، وفيها انتهاك لحرمات المسلمين، فإن عرض المسلم حرام كحرمة دمه وماله. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ ويعظم خطر الغيبة إذا كانت في أعراض العلماء أو أعراض ولاة الأمور، فإن هذه الغيبة مع أنها كبيرة من كبائر الذنوب وأكل للحوم الناس، فإنها أيضا يترتب عليها فساد أكبر، وهو تنقص العلماء وإسقاط هيبتهم من الناس، وتنقص ولاة الأمور وإسقاط هيبتهم وطاعتهم التي أمر الله تعالى بها.
بها، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهي غيبة وكبيرة من كبائر الذنوب، وهي أيضا تسبب احتقار العلماء واحتقار ولاة أمور المسلمين. ومن رأى على أخيه شيئا من النقائص فليس الحل في أن يجلس في مكان ويتحدث عن معائب الغائبين، وإنما الحل أن يناصحهم فيما بينه وبينه، إما مشافهة وإما كتابة، أو يوصي من يبلغهم بالنصيحة. هذا هو الذي يجب على المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهناك فرق بين النصيحة وبين الفضيحة. الغيبة فضيحة وليست بنصيحة. نسأل الله أن يوفق الجميع بما فيه الخير والسداد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: امرأة تأتيها الدورة الشهرية 7 أيام تقريبا، ولكن بعد أن استخدمت مانع الحمل أصبحت دورتها تصل إلى 9 أو 10 أيام في كل شهر، فهل تترك الصلاة والصيام تلك المدة كلها أم تتركها 7 أيام فقط وتغتسل وتصلي وتصوم بقية الأيام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان الدم متصلا ولم يخرج عن 15 يوما فإنه يعتبر حيضا، فإنه ممكن أن تزيد العادة وأن تنقص بأسباب، ومن ذلك تعاطيها هذا العلاج، فإنه قد يمدد في مدة العادة ويزيد فيها. فما دام أنه دم متصل ولم يتجاوز 15 يوما فإنه يكون عادة تنتقل إليه، تترك الصلاة والصيام أثناءه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أبهى رسالة بتوقيع إحدى الأخوات، تقول نون لا، تقول: هل تقبل الصدقة عن والدي المتوفى وقد كان لا يصلي إلا نادرا، إلا أنه قبل وفاته بأسبوع صلى صلاة الجمعة فقط دون بقية الفرائض، ثم صلى الجمعة التي تليها والتي توفي فيها ليلة السبت، وقد تلفظ بالشهادة قبل الموت، هل يجوز الاستغفار له وكفالة الأيتام والأجر له والدعاء له بالخير؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن ترك الصلاة خطير جدا، ومن تركها متعمدا حتى خرج وقتها فإنه يرتد بذلك عن دين الإسلام، كما تدل عليه الأدلة كقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة ليس من إخواننا في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه أهل السنن. ولا حديث في هذا، والآيات والأدلة كثيرة في كفر تارك الصلاة. وما ذكره السائل من حالة والدهم وأن ظاهر حاله أنه تاب في آخر حياته وأنه نطق بالشهادتين عند الوفاة، فيرجى له التوبة من الله سبحانه وتعالى. ظاهر حاله أنه تاب، فلا بأس بالاستغفار له والدعاء له، لأنه مات على التوبة إن شاء الله، ولكن كان مفرطا ومضيعا، ولكن من تاب الله عليه، والله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: إذا صليت التراويح مع امرأة أخرى فهل يصح لي التلاوة من المصحف، حيث أني لا أحفظ إلا جزءا يسيرا من القرآن الكريم؟ تقول: هل يجوز لي إذا صليت مع امرأة أخرى أن أقرأ من المصحف، حيث أنه لا أحفظ من القرآن الكريم إلا جزءا يسيرا؟ إن كان قصدها صلاة الفريضة فإنه يكفي أن تقرأ ما تحفظ من القرآن ولو كان يسيرا، ولا تحتاج إلى مصحف. قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. أما إذا كانت الصلاة نافلة كقيام الليل تحتاج إلى طول قراءة، فلا بأس أن تقرأ من المصحف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من القصيم:
باعثتها مستمعة تقول السائلة ها تقول أنا امرأة متزوجة منذ 40 سنة وقد أنجبت ولله الحمد أبناء وبنات وهم صالحون ومستقيمون ولله الحمد وقد أخرجني زوجي من البيت وعاهدني بالطلاق وقد كان يهددني بالإخراج من قبل ويعلم الله أني أتصبر لأجل إصلاح ذات البين وقد سبق أن أخرجني من البيت ورجعت عليه بحجة ضم الأولاد لأنهم كانوا صغارا آنذاك وهذه الحادثة كانت منذ 13 عاما والآن قد كبروا وتزوجوا ولله الحمد ومنذ أن تزوجني وأنا أساعده في المعيشة وكان لا يكسو أبناءه وبناته وقد كنت أنا أكسوهم وأعطيهم وكان لا يعرفهم إلا في نصف المعيشة وكان همه الدنيا وجمع الأموال وكنت لا أطالبه في حقي من العطاء وصابر على ما يفعل بي من مصائب لأجل بناتي وصابر على ما يفعل بي من سب وشتم وكان لا يعاملني معاملة حسنة وكان لا يريدني أن أجلس معه ولا أتكلم معه وقد أخرجني الآن ومعي بناتي هذه مشكلتي والسؤال هل يقع طلاقه وهل علي ذنب فيما فعله بي وما رأيك في ذلك وما رأيك في تقصيره علي في المعيشة هل يكون آثما وما رأيك في قوله إنني يهودية وغير ذلك من السب والشتم أرجو منكم الدعاء لي يا شيخ مع العلم أنه لا يترك الصلاة ومحافظ عليها مع الجماعة في كل وقت ويصوم رمضان وقد حج أكثر من مرة ويقرأ القرآن الكريم افتوني مأجورين جزاكم الله خيرا وثبتنا وإياكم على الطريق المستقيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحالة التي ذكرتها السائلة يتكرر ورودها من كثير من النساء بسبب تعسف الأزواج أو كثير من الأزواج في حق النساء وهذا أمر لا يجوز. الله جل وعلا أمر بالعشرة بالمعروف والإمساك بالمعروف أو الفراق بإحسان. أما ذكرته السائلة من الحالة السابقة مع زوجها وأنه يسيء في حقها ولكنها صبرت فهي مأجورة على ذلك إن شاء الله. وأما في المستقبل وأنه طلقها وأخرجها فالظاهر من السؤال أنه لا رغبة له فيها وأنه طلقها ولم يراجعها. فالسؤال فالطلاق يقع بشروطه المعتبرة شرعا وإذا كانت قد أنهت العدة فإنها بانت منه وانتهى ما بينهما من عقد الزواج. أما إن كانت العدة باقية والطلاق دون الثلاث فله أن يراجعها وأن يحسن إليها. وعلى كل حال فأنا لا أرى ما يستدعي أن هذه المرأة ترفع هذا السؤال لأنها أمور قد مضت وانتهت بالطلاق وأن زوجها لم يراجعها وليس له رغبة فيها فعليها أن تصبر وأن تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا ييسر لها الزوج الصالح أو البقاء في بقية حياتها مع أولادها ومع أسرتها في خير وعافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح أخرجها مع بناتها لعل لكم كلمة شيخ صالح. لا شك أن البنات نفقتهن على والدهن ولو أخرجها وبناتها فإن نفقة البنات لا تسقط عنه فهو يجب عليه الإنفاق عليهن ولو كنا مع والدتهن. وإذا كانت عاجزة عن تربيتهن وعن صيانتهن فإنه يجب عليه أن يضم البنات عنده وأن يحفظهن ويربيهن على الفضيلة والعفاف وأن لا يهمل بناته ويتركهن خارج بيته معرضات للفتنة معرضات للضياع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا تقول أختكم نون ألف من الرياض تسأل وتقول ما حكم ظهور كف المرأة أثناء الصلاة. الذي عليه كثير من أهل العلم أن كف المرأة في الصلاة عورة يجب عليها سترهما مع بقية بدنها وإنما يباح لها كشف وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم. أما إذا كان عندها رجال غير محارم فإنها تستر جميع بدنها في الصلاة وخارج الصلاة بما في ذلك الوجه. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين ميم، يقول فيدكم بأنني كنت سابقا في شبابي لا أصلي ولا أعرف ما يجب علي نحو صلاتي بجميع أنواعها ومن الواجبات والأركان ونحو ذلك، حيث أنني أعيش في بادية ولا يوجد لدينا مرشدون للدين، وكنت قاطعا لصلاتي. والآن الحمد لله رب العالمين، لقد تبت إلى الله توبة نصوحة، وقد فاتني صوم 12 سنة بسبب جهلي في ذلك الوقت. السؤال عن صوم تلك السنوات، هل يلزمني أن أقضي أو بماذا توجهونني؟ يحفظكم الله وجزاكم الله عني خيرا. الواجب عليك التوبة إلى الله وأن تحافظ على الصلاة والصيام وبقية أمور دينك، وأن تجتنب ما حرم الله عليك وما مضى يعفو الله عنه. قال تعالى: قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. عليك بالمحافظة على الصلوات والمحافظة على الصيام والمحافظة على بقية أمور الدين في مستقبل حياتك، وما مضى يعفو الله عنه بالتوبة، لا سيما وأنك ذكرت أنكم في بيئة جاهلة لا يصل إليها شيء من العلم ومن النور، وليس عندكم من يعلمكم، فهذه أسباب الوقوع فيما ذكرت. ولكن لما من الله عليك بالتوبة وسمعت من العلم ما سبب لك التوبة إلى الله عز وجل، فهذه نعمة من الله، فعليك شكر الله سبحانه وتعالى والتمسك بهذا الدين إلى الممات، وسؤال الثبات على هذا الدين، ثبات عليه من الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، لأخواننا وأخواتنا أبناء البوادي علينا واجب كبير، كيف نؤدي ذلكم الواجب ولا سيما في مجال التوعية بأمور الدين؟ يحفظكم الله. لا شك أنه واجب على المسلمين أن ينشروا هذا الدين وأن يقوموا بتعليم الجهال البادية وفي غيرها، لأن هذه مهمة هذه الأمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا واجب على الأمة عموما وعلى أهل العلم خصوصا أن يقوموا بذلك، وأن يبصروا إخوانهم وأن يعلموا الجهال، بل عليهم أن يدعوا الكفار إلى الدخول في الإسلام مهما أمكنهم ذلك، فإن قصروا فإنهم آثمون وهم يقدرون على القيام بهذا الواجب. ويجب على الذين يشتغلون بالدعوة إلى الله عز وجل، وهم كثير في هذا الوقت والحمد لله، يجب عليهم أن يهتموا بهذا الأمر وأن يذهبوا إلى هذه البوادي وإلى هؤلاء الناس البعيدين عن العلم، وأن يعلموهم دين الله سبحانه وتعالى ويفقهوهم في دينهم. هذا هو الواجب عليهم. أما أن يقتصر مجهودهم في المدن وفي الحاضرة التي قد تكون في غنى عن كثير من مجهوداتهم، فإن هذا تقصير عظيم. عليهم أن ينتشروا في هذه البوادي وفي هذه القرى وفي هذه الأمكنة المحتاجة، وأن يقيموا فيها ما تيسر من الأيام ومن الشهور حتى يفقهوا هؤلاء في دين الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض القرى، بعض البوادي قد لا يصل إليها الداعية إلا بمشقة كبيرة وعن طريق استخدام الدواب، هل من كلمة شفالة؟ نعم، يجب ما دام يمكن الوصول إليهم ولو عن طريق الدواب، فإنه يجب السعي إليهم بكل وسيلة ممكنة ولو كان في ذلك مشقة، فإن الأجر أعظم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ليبيا رسالة بتوقيع إحدى الأخوات، تقول المرسلة حنان، تسأل وتقول: سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصلاة طول القنوت. أرجو توضيح كلمة القنوت
بالتفصيل جزاكم الله خيرا. المراد بالقنوت القيام، أن يطيل القيام في الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. الله جل وعلا يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالقنوت يطلق على معان كثيرة، ومنها طول القيام في الصلاة. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يعتبر زوج الأم من المحارم بحيث يجوز النظر إليه، مع العلم أنني أشعر أن بعضهم من مرضى القلوب؟ نعم، زوج الأم من المحارم. قال سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات في النكاح، قال وقال سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فبنت الزوجة من غيره قبيبة، قبيبة له، تكون محرما لها، ويجوز لها أن تنظر إليه وأن ينظر إليها من غير شهوة. أما إذا خيف الفتنة فإن هذا لا يجوز ولو مع المحارم. إذا خيف الفتنة فإنه يجب التوقي والحذر ولو كان ذلك من المحارم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز غيبة تارك الصلاة؟ لا تجوز غيبته، لأنها لا مصلحة فيها إلا إذا كان هذا من باب المشورة أو التحذير من صحبته. إذا كان يترتب على هذا مصلحة كبرى، كأن يستشيرك أحد في تزويجه أو في مشاركته، فإنك تبين ما فيه من العيوب. ولا شك أن ترك الصلاة أعظم العيوب وأخطرها. أو استشارك أحد في معاملته بأي نوع من المعاملة التي تنبني على الأمانة والصدق، فإنك تبين له حالة هذا الرجل، ليس ذلك من الغيبة. أما الغيبة من غير مصلحة راجحة تترتب عليها فإنها محرمة وباقية على الأصل، وتحريم الغيبة. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وكذلك لو رأيت رجلا يصاحبه ويميل إليه فإنك تحذره منه وتبين له أنه رجل سوء وأنه لا يصلي، لأن هذا من باب النصيحة لا من باب الغيبة، باب النصيحة لأخيك وليس من باب الغيبة. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا حسن متابعتكم. ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى: